أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. صحيفة أمريكية: بينما اليمن ينهار، مأرب واحة الهدوء النسبي. في تقرير لسبتمبر نت: المرأة تدفع ثمنا باهظا لحرب الميليشيا في الصلو. ومن الحياة: جنرال أمريكي: إيران قدمت مساعدة لشن هجمات صاروخية من اليمن. وفي الأخبار المنوعة لصحيفة القدس: شركة أمريكية تصنع منزلا لا يغرق. أهلا بكم. البداية من التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مدينة مأرب وعنونت: بينما اليمن ينهار، مأرب واحة الهدوء النسبي. قال التقرير الذي كتبه بن هوبورد وترجمه لموقع المصدر أونلاين: بينما ينزلق معظم اليمن نحو المجاعة، يمكن الآن لسكان مدينة مأرب الصحراوية والمليئة بالغبار شراء أطعمة لم يتذوقها الكثير من السكان المحليين من قبل، مثل البيتزا والهمبرجر والآيس كريم. يضيف التقرير: على الرغم من أن الغارات الجوية والصراع خلف أكواما من الدمار في عدد من المدن والمناطق، إلا أن هذه المدينة أخذت في النمو، حيث مصانع الطوب تنتج مشاريع تجارية سريعة وأحياء جديدة تنهض من الرمال. يقول التقرير: وسط هذه الحرب التي تسببت في أزمة إنسانية خطيرة في اليمن، البلد العربي الأفقر تحضر مأرب لتكون نقطة مضيئة ولو نسبيا في شعب لا يجد ما يقدمه سوى القليل. ويفيد بن هوبورد أنه خلال رحلة استمرت 4 أيام إلى مأرب مع مجموعة من الصحفيين والباحثين الغربيين: رأيت بلدة تكافح من أجل التقدم وتطبيع الحياة اليومية على الرغم من انهيار البلد من حولها. لم يكن يوجد في المدينة حتى قبل بضع سنوات قليلة سوى عدد قليل من الطرق المعبدة واشتباكات قبلية في كثير من الأحيان، حيث كان ينشط فرع تنظيم القاعدة في المحافظة، وغالبا ما تقتل ضربات الطائرات دون الطيار الأمريكية أناسا يشتبه في انتمائهم للميليشيات. وعن إحدى ليالي المدينة يقول الكاتب: في ليلة ثقافية في خيمة كبيرة بالقرب من مكتب المحافظ، فرقة غنائية تعزف وراقصون يرقصون على الرمال، ورجل رمادي الشعر يغني بشكل حزين: اللي مضيع ذهب بسوق الذهب يلقاه، واللي مضيع وطن وين الوطن يلقاه. لم يخلو موقع إخباري يمني من خبر رفع الحظر الجوي عن البلاد، والتي كانت دول التحالف العربي أعلنت قبل أيام، وعنون موقع يمن مونيتور: النقل اليمنية إعادة تشغيل الخطوط الجوية غدا الأحد. نقل الموقع تغريدة لنائب وزير النقل ناصر الشريف اكتفى فيها بالإعلان عن عودة حركة الطيران: إعادة تشغيل الخطوط الجوية سيبدأ من الأحد القادم. ويستدرك الموقع بالقول أن التحالف العربي لم يصدر أي تعليق بعد، إن كان أعلن إغلاقا مؤقتا لمنافذ اليمن الاثنين الماضي إثر إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا على الرياض. أما اليمنية للطيران والتي سبق لها الاعتذار لزبائنها، فقد أعلنت أنها حصلت على تصريح بدء التشغيل لرحلاتها من وإلى مطاري عدن وسيئون، ويتم ترتيب الحجوزات على الرحلات حسب أولوية الحجز. الانفصال في نهاية المطاف لن يقدم حلا بقدر ما يزيد من الصراع بين القوى الراغبة في نيل الاستقلال نفسها. هذا مقتطف من افتتاحية صحيفة الخليج الإماراتية والتي هاجمت نبرات الانفصاليين أينما كانوا، وجاء المقال الافتتاحي للصحيفة تحت عنوان: أوهام مشاريع الانفصال. لم يكن خيار الاستفتاء بهدف الانفصال واقعيا سواء في كردستان أو كاتالونيا، خاصة أن المحيط والعالم صار يرفضان التوجه نحو التفكك ويبحثان عما يجمع الدول والشعوب، لأن ترك خيار الانفصال يتمدد في أكثر من منطقة من شأنه أن يزيد من أزمات العالم ولا يعمل على حلها. والنموذج السوداني بانفصال الجنوب عن شماله دليل على انعدام المشروع السياسي لمؤيدي الانفصال،
حيث تعيش دولة جنوب السودان حروبا داخلية طاحنة نسفت كل الأحلام التي بناها دعاة الانفصال في دولة مزدهرة. ما حدث في كردستان العراق وكاتالونيا في أسبانيا دليل حي على أن في داخل القوى السياسية المطالبة بالاستقلال من يرفض ذلك. ففي غمضة عين انهار حلم مسعود البرزاني في إقامة دولة كردية سعى إليها بعد إصراره على تنظيم استفتاء رفضته دول الجوار ولم تؤيده أي قوة في العالم. والحال نفسها حدثت مع كاتالونيا، وكما أجهض مشروع الاستقلال في كلتا الدولتين خسر المتصدران لمشهد النزعة الانفصالية، وهما مسعود البرزاني في كردستان وكارليس بوجديمون في كاتالونيا مكانتهما، فالأول ترك رئاسة الإقليم والثاني فر إلى بلجيكيا. والحال نفسها ستنطبق على أي جهة أخرى ترغب في إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء. والحصيف من يتعظ مما جرى في الإقليمين بدلا من القفز على الواقع، وأن يبدأ بإعادة ترتيب أوراقه للنشاط السياسي تحت سقف الدولة الموحدة، عوضا عن الجري وراء أوهام لا تزيد البلدان سوى المزيد من الأزمات. فمشروع الانفصال لا مستقبل له، ومواقف دولة الإمارات العربية المتحدة المستندة إلى تجربتها الوحدوية ترفض مشاريع التفكك والانفصال لقناعتها بأن هذه المشاريع تفتيتية ولا تساعد على حل أي أزمة. في تقرير خاص بموقع سبتمبر نت ركز على المرأة التي تدفع الثمن الأكبر في الحرب. المرأة تدفع ثمناً باهظاً لحرب الميليشيا في الصلو. قال التقرير الذي أعدته وئام الصوفي من تعز، منذ أغسطس العام الماضي تشهد مديرية الصلو جنوب شرقي محافظة تعز حربا شعواء تشنها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على المديرية، وكان من أبرز ضحايا الحرب هي الشريحة الأضعف النساء. وخلال عام وثلاثة أشهر استشهدت في مديرية الصلو 9 نساء وجرحت 16 امرأة جراء قنص وقصف الميليشيا الانقلابية والألغام الأرضية التي زرعتها. يضيف التقرير، تعاني النساء من انتهاكات مختلفة منذ اجتياح الانقلابيين لمديرية الصلو حتى اللحظة، فهي إما قتيلة أو جريحة أو محرومة من مقومات الحياة الأساسية كالماء والدواء والغذاء وغير وفقد أو فقدان رب الأسرة وعائلها أو فلذة كبدها. خرج عدد من أبناء مديرية حبان جنوب شرقي محافظة شبوة في مظاهرة غاضبة استنكارا للممارسات التعسفية التي تقوم بها قوة النخبة الشبوانية. ووفقا لموقع المشاهد نت والذي نشر الخبر، فقد أتت المظاهرة إثر دخول أحد الأطقم العسكرية التابعة لقوات النخبة الشبوانية إلى حرم مدرسة في المدينة، ما اعتبره الأهالي اعتداء على مؤسسة التعليم. وقال مصدر محلي إن مجموعة من الأهالي نظموا مسيرة غاضبة للتنديد بما أقدمت عليه قوات النخبة الشبوانية والتي تعاملت بعنف مع المسيرة وقامت بتفريقها بالقوة وأطلقت الأعيرة النارية نحو المشاركين فيها. وأشار المصدر إلى أن أفرادا من النخبة الشبوانية اعتقلوا أمين المحضار رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي بمديرية حبان أثناء تقدمه صفوف المسيرة قبل الإفراج عنه لاحقا. وعلق الموقع، قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات غير خاضعة لسلطات القوات التابعة لحكومة الرئيس عبد رب منصور هادي الشرعية. وفي الشأن اليمني كتب علي العقيلي مقالا في التغيير نت بعنوان في هؤلاء الثلاثة تكمن كارثة اليمن، مستعرضا أثر الدكتاتورية والمركزية والطائفية على مستقبل البلاد. وجاء في المقال، المشاريع الثلاثة القبيحة الدخيلة على المجتمع اليمني لم تنزل صاعقة من السماء، ولم تنبت زنبقا من الأرض، ولم تنبعث بعوضا من مستنقع، ولكنها وجدت بصنع صانع وحضرت بفعل فاعل، مثلما يوجد المصنع السلعة ويجلبها التاجر. فالديكتاتورية لم تكن كارثة اليمن لولا أن صنعها صالح لنفسه واستباح في سبيلها دماء أبناء الشعب اليمني، جاعلا من نفسه كارثة بل أم الكوارث لليمن. عشق صالح المفرط للسلطة جعل منه ديكتاتورا مستبدا، وفي سبيل البقاء في هرم السلطة استباح الدم اليمني، فسخر جيوش الشعب في الانتقام منه وسلم سلاح الشعب لأعداء الشعب نكاية به. وفي نفس صالح تكمن كارثة اليمن لا في شخصه، فلولا أنانية نفسه لما خان الشعب ولما تحالف مع الحوثيين
ولما استباح دمه من أجل السلطة. عندما جعل صالح نظام الحكم في اليمن مركزيا لم يكن ذلك من أجل الشعب بل من أجل نفسه ليضمن بقاء السلطة ومصير البلاد تحت يده في صنعاء يتحكم بها بمفرده. لو كان نظام الحكم في البلاد فيدراليا لما تمكنت ميليشيا الحوثي من السيطرة على كافة وزارات ومؤسسات الدولة كوزارات الدفاع والاتصالات والمالية والبنك المركزي، ولما كانت سيطرتها على صنعاء بذات الأهمية كانت ستكون كأي محافظة تسيطر عليها مثلها مثل عمران أو صعدة أو ذمار. الطائفية كارثة الكوارث، بل أمها ومصدرها طائفية الحوثي الدخيلة على المجتمع اليمني النابذ للعنصرية والطائفية، جاءت فشرخت المجتمع ومزقته وسفكت دماء أبنائه جنودا ومواطنين، استباحت حرمة وقدسية المساجد ودور القرآن واخترقت الكوارث. وإلى عناوين صحيفة أخبار اليوم، والتي كانت تعرضت الليلة الماضية أو قبل الماضية إلى اعتداء مجهول حيث فجرت عبوة ناسفة بالقرب من أحد جدران المبنى. تفجير عبوة ناسفة في مبنى أخبار اليوم ونقابة الصحفيين تطالب بملاحقة الجناة. ومن عدن أيضا عودة تدريجية لمنظومة الكهرباء بعد خروجها بشكل مفاجئ. ومن أبين مقتل عنصرين مفترضين من القاعدة بغارة أمريكية بمنطقة عكد. رئيس الأركان يحذر المناطق الحيوية بالخليج في مرمى أسلحة الحوثي. موجة تهجير جديدة أقدمت عليها ميليشيا الحوثي في ضواحي مدينة تعز وفقا لموقع الوحدوي نت. ميليشيا الانقلاب تهجر 60 أسرة من منازلهم في قرية الأشروح بتعز. قال الموقع إن الأسر المهجرة من قرى القوز والأشروح الواقعتين في أطراف مديرية جبل حبشي باتجاه مقبنة تم استهداف مساكنهم بالقذائف والأسلحة الرشاشة. قالت مصادر إن الميليشيات الانقلابية قامت بزرع عشرات الألغام في المنازل وفي محيط القرى لمنع عودة الأهالي، وذلك بعد العبث بمحتويات المنازل وإتلافها. يتابع الموقع: كانت المنطقة قد شهدت انفجار أحد الألغام التي زرعها الانقلابيون وأدى إلى بتر ساق فتاه وإصابة أخرى في قرية القوز غرب مدينة تعز. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء. تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. الإمارات وكما عنونت صحيفة العرب الجديد تتخلى عن السلفيين وتمهد لحلفاء جدد في جنوب اليمن. قيادة التحالف العربي طبقا للصحيفة تبذل جهدا كبيرا خارج إطار الهدف الذي تدخلت بسببه عسكريا في اليمن والمتمثل باستعادة الشرعية، وتتركز اهتمامات قيادة التحالف بملفات وأجندة خاصة تشكل أولوية عند دولة الإمارات تحديدا. وفي إشارة لجماعة السلفيين قالت الصحيفة إنه يبدو أن الخاسر الأكبر في هذه الحرب هو تلك الجماعات التي اندفعت للقتال في صف الحكومة الشرعية، والتي كانت قيادة التحالف العربي في بداية الحرب قد وجهت الدعم العسكري والمالي بشكل مباشر لها على حساب بناء جيش يمني حقيقي. التبعية المطلقة للإمارات واستخدام هذه الجماعات لتشكيل أجهزة موازية لمؤسسات الدولة الأمنية لتنفيذ أجندتها دور يبدو أنه لم يشفع لدى قيادة التحالف، فرموز التيار السلفي باتت تواجه مصيرا مجهولا مع ظهور سيناريوهات جديدة أو سيناريو جديد يهدف إلى التخلص من الحلفاء في الداخل، وعلى رأسهم السلفيون أنفسهم الذين أصبحوا هدفا لهذا السيناريو الغامض.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من اختلاف القراءات والتحليلات حول ما تريد الإمارات فعله وحول الجهة التي تقف خلف تصفية القيادات السلفية في محافظة عدن التي تخضع أمنيا للسيطرة الفعلية لقوات الحزام الأمني التابع لها، إلا أن مراقبين يتفقون على أن جهة لها نفوذها في مدينة عدن متورطة في الاغتيالات التي تستهدف قيادات ورموز في التيار السلفي بصورة غير مسبوقة، جعلت هذا التيار يعيش حالة رعب. في عنوان بارز لصحيفة الحياة اللندنية، جنرال أمريكي: إيران قدمت مساعدة لشن هجمات صاروخية من اليمن. قال قائد وحدة جنوب غربي آسيا في القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية جيفري هاري جيان إن إيران قدمت مساعدة لشن هجمات بصواريخ باليستية من اليمن. وأضاف هاري جيان للصحفيين خلال زيارة لدبي أن من المهم إيجاد حلول دبلوماسية للتوتر الذي يخيم على لبنان لا خوض حرب. وتابع: ما شهدناه بوضوح بعد الهجمات بصواريخ باليستية أن هذه الصواريخ تحمل علامات تدل على إيران، كان هذا واضحا بالنسبة لي فيما يتعلق بمن الذي يقدم هذه الصواريخ وتلك القدرات، هذا يشير إلى إيران. وفي الشأن العربي، كتب ميشيل كيلو مقالا في العربي الجديد بعنوان: حرب تلد حروبا، أبرز ما جاء فيه. اتهمت إيران رئيس حكومة لبنان المستقيل سعد الدين الحريري بتسعير نيران الحرب في لبنان وحوله، كأن لبنان ليس متورطا في حرب حزب الله ضد الشعب السوري، أو كأن الحريري كان في موقع يتيح له البت في مسائل الحرب والسلام، بينما الحزب مسكين ومغلوب على أمره لا يقدم على ما يمس بسيادة لبنان وأمنه واستقلاله، أو يخالف قرارات دولته ومواقفها، أو يتبنى خيارات تحظى بإجماع معظم مواطنيه. حمل حزب الله لبنان إلى الحرب، فصار من المنطقي والحتمي أن تنتقل إليه، وخدم الحزب إيران باسم مصالح إلهية، واليوم وعسكر الحزب يقاتل في كل شبر من سوريا، والضاحية تصرخ وجعاً من انتصاراته الإلهية التي وطنت الموت وأحزانه في قلوب أمهات قتلاها وزوجاتهم وأبنائهم. لا يجد حسن نصر الله ما يعدهم به غير مزيد من الموت، بدافع إلى سعيه إلى حجب انكشاف مواقف إيران في سوريا وشروع الروس بإزاحتها عن مواقع خالت أنها مصادر قوة لا يشاركها فيها سواها من أطراف الحرب السورية. فإذا بموسكو تتبنى بصمت سياسات هدفها تحجيم دور الملالي الذين يخسرون إنهم قبلوا سلام بوتين، مثلما دخل إلى سوريا بأوامر إيرانية، فإن حزب الله سيخرج منها بعد أن أنهك حضينته المجتمعية وشعب لبنان، وخسر معها ما كان يغمره من تعاطف سوري عربي إسلامي عام ويتمتع به من غطاء داخلي يرى في إسرائيل خطراً داهماً. من صحيفة الجارديان نقرأ تحليلاً كتبه بيتر بومنت حول الأوضاع في لبنان في ظل مزاعم احتجاز رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري والتصعيد السعودي ضد حزب الله. يقول الكاتب إن القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل أصبحت أكثر تأكداً من أن ثمة حرباً وشيكة ستندلع مع حزب الله، وذلك رغم تكرار التحذيرات من أن وقوع حرب ثالثة في لبنان ينبئ بأنه سيحمل سيناريوهات أكثر خطورة ودموية مقارنة بحرب 2006. وأضاف بومن في الترجمة التي نشرتها البي بي سي أن تزايد التوتر على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان في الشهور الأخيرة تعكس إدراك إسرائيل إلى أن الحرب التي يدعم فيها حزب الله الرئيس بشار الأسد سوف تنعكس سلبا على قدرات الحليف اللبناني القوي للحكومة السورية. وفي المقابل، بحسب الكاتب، خرج حزب الله المدعوم من إيران بمزيد من الدعم العسكري رغم الغارات الإسرائيلية المتكررة على قوافل ومخازن يعتقد أنها للأسلحة. وأنهى الكاتب مقاله التحليلي بأن العامل الوحيد الذي يقف في مواجهة جميع التوقعات بشأن قرب وقوع حرب هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رجل أقوال وليس أفعال، إذ أنه مولع بكيد التهديدات.
ومن الأخبار الطريفة ما قالته صحيفة القدس العربية عن إعلان شركة أمريكية لأحدث اختراعاتها، حيث ابتدعت بيتا يعوم وله قدرة عالية على مواجهة الكوارث الطبيعية. ووفقا لموقع بيزنس انسايدر فإن التصميم اللافت جدا يمكنه الصمود أمام إعصار بدرجته الرابعة، ويعتمد هذا البيت على الطاقة الشمسية ويصل سعره إلى مليوني دولار، أي أنه سيكون حكرا على الأثرياء في المرحلة الأولى. التصميم الذي ابتدعته الشركة يتيح نقل البيت إلى مواقع مختلفة، وهو ما لا يسبب مشكلات بالواقع كما حال فكرة الاستئجار أو التملك. كما يضمن التصميم مقاومته لرياح تصل سرعتها إلى 156 ميلا في الساعة، وسيجري تزويده بنظام هيدرولي يتيح التثبيت وتفادي الغرق في أثناء حصول الكوارث، كما يقوم بجمع مياه الأمطار وتنقيتها حتى تصبح قابلة للاستعمال. أهم الأحداث واللحظات التي عاشها عدد من سكان المعمورة يوم أمس ووثقها مصورو الديلي تيليغراف نشاهدها في جولتنا المصورة، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، في أمان الله.